الشوانوما او البيرينيوروما او النيورولمبوما ما هي الا ترو نيرف شيس تيومر، طالع من النيرف شيس، وبيتكون في الاساس من شوان سيلز. شوان سيلز دي ما هي الا برضو بلامب سبيندلد سيلز. طيب بتبان ازاي الشوانوما؟ الشوانوما بتكون انكابسوليتد ديب ديرمال او سبكوتينيوس نوديول، زي ما احنا شايفين كده نوديول موجوده في الديب ديرمس او في السبكوتينيوس، وبتكون سراوندد بكبسول. ادي باينه قوي الكبسول بتاعه النوديول، كل دي كبسول. طيب النوديول نفسها بتتكون من ايه؟ النوديول نفسها فيها تو اريز، في هايبرسيلولر اريا زي اللي احنا شايفينها دي، وفي هايبوسيلولر اريا زي المنطقه دي كده والمنطقه دي كده والمنطقه دي كده والمنطقه دي كده، يبقى هايبرسيلولر اريا وهايبوسيلولر اريا. الهايبرسيلولر اريا دي بنسميها انتوني تايب اي اريا، بينما الهايبوسيلولر اريا بنسميها انتوني تايب بي. طيب لما اجي اشوف الانتوني تايب A زي كده بلقى ايه؟ بلقى ادي عندي البلامب سبيندل سيلز اللي هي الشوان سيلز، شايفين الشوان سيلز كتير قد ايه. طيب الشوان سيلز في الانتوني تايب A اريا احيانا بتعمل باليسيدنج بارل ارينجمنت، يديني انطباع ان هي عامله باليسيدنج حوالين اسيلولر بينك ماتيريال، اهي زي كده. الاسيلولر بينك ماتيريال دي بنسميها فيروكي بادز زي ما احنا شايفين، ادي كمان شايفين كده واضحة هنا أكتر حاجة أهو arranged parallel to each other، بتعمل palisading حوالين acellular pink area بنسميها ال Verocay body، دي ال Antoni type A أو ال hypercellular area. طب بينما ال hypocellular area زي المنطقة دي كده، دي بتكون myxoid edematous stroma زي ما احنا شايفين كده، والسيلز الشوان سيلز بتكون قليلة قوي فيها، وفيها ميكزويد ديجنريشن. ممكن ألقى في الشوانوما ألقى فيه ماست سيلز زي دي كده، دي ماست سيل، دي ممكن أعتبرها ماست سيلز، كومن قوي إن ألقى ماست سيلز. طيب لو حبيت أعمل immunohistochemistry الشوانوما او الشوان سيلز بوزيتيف للاس 100 والكبسول بتاعتها بوزيتيف للابيثيليال ميمبرين انتيجين الاي ام اي، يبقى بوزيتيف للاس 100 وكمان بوزيتيف في الكبسول للاي ام اي الابيثيليال ميمبرين انتيجين، بينما الستينز بتاع النيرف ترانك النيوروفيلمنت ستين بتبقى نيجاتيف.